قبل اي حاجه عايزه اقول لك يا اميره ان انتي بطله، قعدتي تعفري وتكافحي عشان بنتك، اديتينا كلنا طاقه ايجابيه انتي مش متخيلها بجد. مش انا بس، ممكن يكون ناس كتير بتتفرج علينا، اديت لهم امل في بكره لكل بيشوفونا وبيسمعونا. واثقه ان في منهم كتير ممكن يكونوا شبه حالتك، عندهم حياه صعبه زي حياتك بس قدروا وعفروا. عايزه اقول لك وبكرر كلامي تاني انه فعلا الست المصريه اللي بجد جدعه، ملهاش مثيل، صبرة، قوية، عندها عزيمة وأصيلة زي ما بيقولوا. والأصل ده بيظهر دايما وقت الأزمات، طبيعي يكون للبطولة والكفاح واللي انت استحملتي ده كله تمن كبير، خد من صحتك، من راحة بالك، ممكن كمان من عمرك نفسه، صح؟ عشان كده لازم من وقت للتاني تاخدي استراحة زي ما بيقولوا، استراحة محارب، طفي قلوعك، لأنه محدش هيقدر يحارب طول الوقت. انت بتحاربي في كل جبهة، انت مش سايبة جبهة، احنا بشر. عشان كده انا معاكي ومعاكي بجد في انك تدوري على سعادتك، راحة بالك اللي اتحرمتي منها طول فترة حياتك اللي فاتت، سواء بقى مع اهلك او مع الاتنين اللي اتجوزتيهم. بما انك ست عاقلة واتجوزتي مرتين قبل كده ودلوقتي بتحضري ماجستير، فانت مش صغيرة، مسؤولة عن تصرفاتك واختياراتك كلها.